Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا متهنين. والفيديو تاع اليوم يلقاكم بخير، رحب بكم كامل المشترك اللي دخل جدد كامل، رحب بهم وكم مرحبا بكم، وان شاء الله تستفادوا. اليوم البنات رايحين نكملوا المخايد باه نكملوا الفرش تاعنا وتشوفوه الطريقه تاعو كيف راح تجي. انا المخايد الايني كملتهم على خاطرش راح نديرهم سامبل، مي المخده هذه راح نشبحوها، راح نوريلكم الطريقه كيفاش تخدموها. اول حاجه البنات، في اي مخده نحتاجو فيها 3 قطع، نحتاجو فيها 3 قطع. اول قطعه اللي هي هذه، انا لهنا مازلت ما حددتش القماش، يعني مجرد خيطته، فيها الطول 70 والعرض 50، الطول 70 والعرض 50. نعاودو نقلبو البنات المخده نتاعنا. المخده تاعنا منا فيها هذه القطعه الصغيره وهذه القطعه الكبيره اللي رانا درناهم، يعني خيطناهم كيف كيف. راح نقلبها لكم هكذا باش تشوفوها. لهنا البنات هذه القطعه الكبيره والصغيره، العرض نتاعهم كيف كيف، فيهم كامل، يعني فيهم كامل 50 50 العرض تاعهم. مي الطول تاع القطعه نتاعنا هذه البنات، هذه فيها 59، فيها 59، والصغيرة هذه فيها 29، فيها 29. إن شاء الله تكونوا فهمتوني. ونديرو رفية أكيد، ومن بعد نحطوهم هكذا على بعضها. نجيو لهنا للقطعة نتاعنا هذه اللي رايحين نشبحوها البنات. نحتاجو قطعة كيما قلت لكم فيها 70 سنتيم على 50. ونجيب القطعة نتاعي هذه، رايحه البنات نقسم المخده تاعي بهذا الايني هذا. نحط الايني تاعي كيما هكذا، شوفوا هكذا، نسقموه مزيان هكذا. من بعد البنات نطوي هذا القماش كيما هكذا، كيف راح تحصلوا هذا المخده هذه هكذا. نخلو البنات تقريبا بواحد سنتيم، يعني ما نحطوهاش جوست مع الـ مع الـ مع الكوانه تاعنا، نخلو واحد سنتيم، نزيدو شويه زياده بواحد سنتيم باش من بعد نعاودو نرفوه كما هكذا. فهمتوا البنات؟ هذه هي دوكا كيفاش ندير. نجيب المقص نقطع القطعه نتاعي. ثاني البنات حبيت نعاود نشرح لك مليح، مثلا تحوسي ما ديريهاش دوبلي، ما تحوسيش ما دير. انا لهنا حبيت نديرها دوبلي باه تجيني المخده تاعي واقفه، وانتم الا ما حبيتوش ديروها دوبلي تشوفوا كيف، يعني تقصوا قطعوها كامل المخده هكذا، ومن بعد تبلاصوها كيف كيف، ومن بعد كما قلت لكم تخرج عندكم مخده بهذا الشكل. انا لهنا ما حبيتش نقطع هذا، حبيت نخليه. ومن بعد البنات واش ندير، نطوي لهنا قلت لكم 1 سنتيم هكذا، نحكمو بليزي بانجل، ضروري نحكموه بليزي بانجل باه كي نجو نخيطو ما يهرب لناش القماش ويقعد لنا يحكم لنا هذا لا فورم. نحكمها ندور عليها كامل بليزي بانجل. لهنا درت عليها كامل كما قلت لكم، ضروا لها كامل بليزي بانجل كما هكذا، ديروا ليزي بانجل تاعكم كما هكذا باه كي تفوتوا بالخياطه تمشي لكم عادي. الزوائد تاعنا البنات كما قلت لكم هذه الواحد سنتيم اللي طويناها تخرج لنا كما هكذا، نعاودوا نقطعوها كما هكذا. روحوا للماشينه نخيطها هكذا، نخرج معاها